وعلى سبيل المثال لو اتكلمنا عن شريف عثمان او رحاب رضوان او الاسطوره وده لقب فاطمه عمر اللي حصلت على 8 ميداليات ذهبيه في هذه البطوله، حاجه تشرف جدا جدا. وبرضه نرجع ونقول كل دي اشارات لان احنا لازم نغير نظرتنا وطريقه تعاملنا مع هذه الفئة المحترمة من المواطنين، من أولادنا ومن بناتنا. رقم كبير ومشرف ومحترم جدا، 8 ميداليات ذهب. فتعالوا بقى حضرات نعرف تفاصيل حصولها على هذه الميداليات الذهبية الثمانية. منها هي شخصيا احنا معانا على التليفون فاطمة عمر، بطلة مصر وأفريقيا في رفع الأثقال البارالمبي. فاطمة صباح الفل عليكي ومليون مبروك، وإن شاء الله اللي جاي أقوى كمان بإذن الله. أهلا بيكي معانا في 10 الصبح في الأهلي. صباح الخير يا استاذ كريم، صباح الخير يا نهاوند، صباحكم زي الفل ان شاء الله. وطبعا احنا بنبارك لمصر وشعب مصر على بطوله افريقيا المفتوحه المقاومه هنا في مصر، ودي طبعا كانت حاجه شرف كبير جدا لينا ان احنا ننظم بطوله قويه زي كده. طبعا يعني بتضم اكتر من 55 فرقه، 164 لاعب ولاعيبه من 27 دوله على حد علمنا. لا ده هي 27 دوله افريقيه، لكن هي كانت مفتوحه. اوكي طيب مبدئيا تعالي بقى نقف عند الثمان ميداليات الذهب، لان الانجاز ده يستحق ان احنا نقف عنده ونعرف منك تفاصيله ابتداء من استعدادك اصلا لبطوله افريقيا المفتوحه للاثقال. والله طبعا احنا استعدينا لبطوله افريقيا حوالي 4 شهور، احنا كنا راجعنا من طوكيو 2020، الحمد لله حصلت فيها على الميداليه الفضيه، وبعد كده شاركنا في بطوله العالم في جورجيا بعدها بشهرين، ومن بعد بطوله العالم في جورجيا احنا خدنا فتره راحه شويه وانضمينا للمعسكر، وبعد كده يعني خدنا فتره اعداد حوالي 4 شهور عشان نستعد لبطوله افريقيا، والحمد لله يعني احنا ظهرنا بمظهر طيب وكويس وحصلنا فيه على انجازات كتير وميداليات كتير. وبالنسبه لي انا كمان كان يعني حاجه خاصه ان انا كان عندي طار مع اللاعبه النيجيريه من 2016 ما قابلتهاش تاني، فقابلتها في البطوله دي والحمد لله قدرت ان انا اتغلب عليها واحصل على الميداليه الذهبيه. وزي ما حضرتك قلت انا خدت 8 ذهبيات، لان كان في ايفنت جديد معمول في البطوله ان طبعا الرواد اللي فوق ال 45 سنه هيبقى ليهم ميداليه، وميداليه المفتوح وميداليه المجموع، يعني كان ميداليات كتير كده يعني. ما شاء الله حاجه رائعه. لا حاجه محترمه جدا. بص يا فاطمه، مبدئيا هرجع تاني طبعا انت سمعتيها كتير، بس هقول لك مبروك علينا مش عليكي لوحدك، وحاجه اكيد اسعدتنا كلنا، ولسه كنا بنتكلم لو تابعتينا طبعا في بدايه الحلقه، بس انا عايزه اروح معاكي لان انا قعدت اقرا عنك شويه فاطمه حلوين، يعني كان ليكي مقال قبل كده، ومش مقال يعني كان في حوار قبل كده قريته على موقع، وكنت بتتكلمي ده 2018 بالمناسبه، كنت بتتكلمي ان انت اصبتي بالاحباط في فتره الطفوله عندك، وكانت الرياضه هي السبب اللي حطمتي بيها هذا الياس. معلش حابين نسمع منك ولو في ايجاز ازاي قدرتي تعملي ده. ده حقيقي يا نهاوند، انا في الفعل زي ما انت حضرتك كده قلتي، انا في بدايه حياتي طبعا انا طلعت في اسره ما فيش غيرها، يعني مفيش غيري انا اللي عنده حاجه مختلفه، مفيش غيري في الشارع اللي موجوده فيه، في المدرسه اللي موجوده فيها، كل المحيطين فيا كانوا مفيش حد عندهم حاجه مختلفه غيري. فانا من طفولتي وانا شايفه ان انا يعني ليه انا اشمعنى انا اللي عندي حاجه زي كده. طبعا انا ما كنتش فاهمه حاجه، ما كنتش فاهمه ان دي اكيد ربنا بيختص بيها حد معين وكده. كنت متضايقه جدا وكنت زعلانه جدا، يعني كانت زمان مش دلوقتي كان التنمر كبير جدا. صح. على صح. على الفئه بتاعتنا كان في تنمر كتير جدا، وكان الناس ما عندهاش وعي، ما عندهاش يعني ايه اتعامل مع شخص ذوي احتياجات خاصه ازاي، ما كانش في ثقافه، يمكن كله يعني كان بيبقى النظر ليه كتير جدا، ويمكن بيسلطوا النظر عليه يعني كتير قوي لحد ما هو يتضايق. احنا دلوقتي الحمد لله بقى عندنا الثقافه ديت، بقى عندنا ازاي انا هنتعامل معاه، ازاي ان احنا نحسسه ان هو انسان يعني مش مختلف، انسان هو يعني ربنا بيخص الانسان بحاجه معينه بس بيديله حاجه ثانيه اقوى من الانسان اللي شبهه. لا النهارده احنا اتطورنا كتير جدا جدا جدا. وبعدين انا لما لجأت للرياضه لجأت للرياضه عشان اغير المنظومه دي او اغير النظره دي للناس. برافو عليك. انت برافو ازاي تبص للانسان اللي هو عنده حاجه ناقصه مش زيك نظره نقص، لا ده هو ممكن يعمل حاجه انت ما تقدرش تعملها، انت كشخص عادي وسليم وسوي وكل حاجه ما تقدرش تعملها. وبالفعل انا لما نقيت رياضه اخترت رفع الاثقال عشان رفع الاثقال كانت في الوقت ده مش مشهوره دوليا، مش معروفه للبنات،
وقلت انا لو نجحت فيها وقدرت ان انا اعمل فيها اسم ورقم وكده، انا هغير فعلا المنظومه دي وهقول للناس كلها ان انا ما عنديش حاجه ناقصه، لا بالعكس انا قدرت اعمل اللي انت ما قدرتش تعمله، وما تبصليش البصه دي تاني. برافو عليك. لازم قبل ما نعرف منك كمان يعني المزيد من التفاصيل حول استعداداتك بقى للمشاركه في بارالمبياد باريس 2024 وطموحك واصل لغايه فين، عندي بس تعقيب او تعليق على حاجتين انت قلتيهم. انت قلتي في مجمل اجابتك على سؤالي او سؤال نهاوند مش فاكر، بتقولي ان احنا ظهرنا في البطوله دي بمظهر طيب. فالحقيقه لا، هو مش مظهر طيب، هو مظهر اكتر من ممتاز، انت ظهرت بيه وكل زملائك وزميلاتك ظهروا بيه. دي حاجه. الحاجه الثانيه بتقولي برضو وانت بتكلمي نهاوند بتقولي لها ان يعني في مرحله الياس في مراحل سنيه مبكره، كنت بتقولي ليه انا يعني مختلفه، فاتضح في نهايه الامر ان انت مختلفه، بس مختلفه بكونك بطله، مختلفه بكونك ملهمه، مختلفه بكونك عندك قدره استثنائيه على ان انت تحققي كتير من الامور على حد تعبيرك اللي الناس الاسوياء ما يقدروش يحققوها. فعايزين نهنيكي حتى على هذا الامر لوحده بعيدا عن الانجاز الرائع اللي انت حققتيه. عرفينا بقى بالمناسبه استعداداتك للمشاركه في بارالمبياد باريس 2024 ان شاء الله. انا ان شاء الله بستعد بكل قوه، وعلى فكره يعني برضو تصريح حصري ليك يا كريم، انا هشارك في اولمبياد باريس باذن الله وانا عندي 52 سنه. ما شاء الله ما شاء الله. يعني برضو دي انجاز من انجازات اللي انا بحاول اعملها. ان شاء الله يعني بستعد بقوه. انا عايزه ارجع طبعا، ارجع اللقب بتاعي الذهبيه. انا حصلت على 4 ذهبيات و2 فضية في اولمبيات، في 6 اولمبيات متتاليه، ما شاء الله. وده الحمد لله حدث ما حصلش في التاريخ ولا في الاسوياء ولا في ذوي الاحتياجات الخاصه. الحمد لله لقبني الاتحاد الدولي بافضل رياضيه في العالم. فطبعا انا عايزه احافظ على اللقب، عايزه اعتزل وانا يعني صاحبه اللقب، ويبقى معايا 7 بارالمبيات. فان شاء الله بستعد له بقوه، يعني بعسكر كتير، بتمرن كتير، وان شاء الله باذن الله مش هتخلى عن حلمي يعني. ان شاء الله. فاطمه انا عندي ليكي اخر سؤال، وسؤال اعتقد برضو ما ينفعش ان انا ما اسالوش عشان نطمن، من باب يعني ان احنا نطمن. عندنا ابطال، عندنا ابطال استثنائيين حقيقي، وانت يمكن واحده منهم، مش بجاملك بجد يا فاطمه، ولكن على الصعيد الثاني انا لما اتكلم واقول ان انا عايزه ابطال يشاركوا في الاولمبياد والبارالمبياد، طبعا واحنا عندنا باريس 2024، لازم اقول انا كمان دوري ايه كاتحاد او كوزاره او كدوله. هل انت يا فاطمه بتتلقوا كل الدعم، انا بتكلم معنويا وماديا، وهاكد على ماديا علشان اقدر اقول ان انا بجهزكم بشكل كامل علشان بارالمبيات 2024؟ بصراحه حقيقي يعني انا مش هكذب عليكي، احنا الفتره الاخيره ديت الحمد لله بقينا يعني من بعد ما احنا خدنا المساواه بينا وبين الاصحاء بقينا زينا زي بعض، الحمد لله الدعم زاد، الوعي زاد، الاهتمام زاد، وبرده خصوصا في عهد الدكتور اشرف صبحي. دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه راجل رياضي، راجل عارف يعني ايه الرياضي بيحتاج ايه ومتطلباته ايه. كويس. الحمد لله هو موفر لنا الدعم كويس، اللجنه البارالمبيه موفره لنا برده الدعم كويس بقياده الدكتور حسام الدين مصطفى واعضاء مجلس الاداره. فان شاء الله ان شاء الله باذن الله احنا بنطمح في الاحسن ان شاء الله باذن الله. نأمل ذلك يا فاطمة. صباح الفل عليكي وألف مبروك علينا مرة تانية. شكرا ليكي جدا.